في بعض الناس خلقه ضيق هيك، يعني كل شيء بيحرق بصلته عليه. انت اليوم لو رحت سافرت ونزلت في فندق، بخطر على بالك والله بدي ادهن الحيطه، بدي اغير الاثاث، ما بخطر ببالك، تقول يلا هن ليلتين ثلاث مروحين. يعني تتجاوز عن اشياء كثيره. لو الموظف اللي بالفندق اخطا معك مش بتقول له قضيه ومحكمه بدي اقاضي، مش هيك يعني، يمكن توجه له كلمه حتى فيها نوع من المعاتبه، يعني ما توقعتها منك لانك غريب. لو ما عجبك انت مدخل الفندق، لو ما عجبك الاسانسير، هاي معنى الكلام كانك غريب. ما بتقعد تقول يلا بنزرع ورود ونعمل، بمعنى انه انت عارف حالك مراق طريق. النبي عليه الصلاه والسلام بينصحنا نصيحه، مش معناها ما نستثمر، مش معناها ما نعمر ولا نثمر ولا نودي اولاد مدارس، لا، هو قاعد بينصحك من جوا انه لا تخلي خلقك ضيق واقف على الدقرة وكل شيء. وفي ناس زي هيك، في ناس مع زوجته على الدقرة، وفي نسوان مع جيزانهم على الدقرة، قمت حطيت وديت وهو نفس الشيء. في ناس مع أولاده، في ناس مع موظفينه. بدك تخلي كأنه أساسا بقول لك خلي بطانك واسع، خلي صدرك أوسع من هيك. لا توقف للناس على كل دقرة، اعتبر حالك أنك مسافر، اعتبر حالك أنك تمراق طريق، اعتبر حالك غريب، والغريب بيظلوا أديب. مش كل شيء بيعلق عليه، كل شيء بيحكي فيه، كل شيء وكل شيء كل شيء حتى يضيق عيش. يقول لك انا جاي انبسط ثلاث اربع ايام فانا خليني اعيش فيهم، وهذا المعنى الثاني للحديث. المعنى الثاني للحديث انك افرح بحياتك، بدكيش فيها نكد، ما بدك فيه شيء يضيق عليك. انا رايح مسافر ثلاث ايام، مش جاي هسه لا احل مشاكل ولا احل قضايا، انا جاي اروق ثلاث ايام بدي انبسط فيهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك حياتك كلها انبسط فيها. ولذلك والله يا إخوان نصيحة لوجه الله، نصيحة لوجه الله، أعمارنا أقصر من أن نختلف فيها، وآجالنا أقرب من أن نتحارب عليها، وأيامنا في الدنيا أقل عددا من أن نتقاطع من أجلها أو نتعاتب من أجلها. استغل كل لحظة في حياتك وانبسط فيها الحياة بما يرضي الله عز وجل. دائما بحكي مثال، لو فقدت 1000 دينار في احتمال يتعوضوا، لكن لما أفقد أنا ثانية ما فيش احتمال يوم أيام تتعوض ثانية واحدة. فوقتي أعز من مالي، الوقت أعز من المال، فكم نحافظ على الأموال ونضيع في الأوقات، كم ننفق من الأموال ونضيع في الأوقات. عشان تعجبني كلمة لما واحد بيقولك أنا شاري وجع دماغي، أنا يا عمي خذ فلوس، فلوس خذ فلوس، خذ يا حبيبي، أنا بس ريحني. الأوقات لا تعوض، الأموال تعوض، وكل لحظة بتمر عليك قاعد في حياتك لن ترجع مرة أخرى. فأسألك سؤال، لماذا تنفق في شيء ينكد خاطرك ونكد عيشتك؟ هاي واحد. الأمر الثاني، ليش أنكد أنا على الناس؟ أنا ليش أنكد على الناس؟ أنا اليوم إذا ما بقدر أبسطك فعلى الأقل لا أضرك، أما أنت بسطي ما فيه والمضرة حاصل مش هيك. يعني في ناس سبحان الله العظيم، يعني لما ربنا قال من الجنة والناس، ما هو في ناس فعلا هم، نسأل الله العافية الله يهدينا ويهديهم طبعا، لكن بتحس أنه فعلا من شياطين الإنس، لأنه بصحى الصبح كيف بدي أنكد على خلق الله، كيف بدي أنكد، كيف بدي أنكد، بصير يشاور، كيف بدي أنكد على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله، وتخيل لما يكون أحب عمل عند الله تبارك وتعالى، ما هو أحب الأعمال عند الله؟ سرور تدخله على قلب مسلم. مش معناته إذا فرحت مسيحي مش جائز، لا، بس لأنه الأغلبية. أحب الأعمال عند الله عز وجل أن تدخل السرور على قلوب الناس، أن تدخل السرور على قلب محزون، أن تمسح دمعة يتيم، أن تحنو على إنسان مكسور، أن تغيث ملهوفا، أن تساعد محتاجا، هذا أحب الأعمال عند الله عز وجل. أنت اليوم موظف في دائرة حكومية ولا في أي مكان، والله لو تجعل نية عملك أفرج عن الناس وساعد الناس، والله يشوف أجرك عند الله عز وجل قديش عظيم.
لكن تضيع حياتك بتداوم من 8 إلى 3 بدون نوايا، ولما تداوم بدون نية انت اخذت مقابل هالراتب. بس السؤال، هل فعلا الراتب يقابل عمل؟ اكيد لا. طب ما تتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، ما تجعل تجارتك مع الله عز وجل، انه انا اي عمل بعمله انوي في وجه الله تبارك، شو خسران انوي في وجه الله عز وجل. احب عمل، احب عمل عند ربك سبحانه وتعالى انك تدخل فرح قلوب الناس. شوف قديش هاي اجر عند الكريم سبحانه وتعالى، لكن هذا بيحتاج نية. مش تكون نيتك فقط ان طالع اشتغل، تكون في نية للعمل. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. انت بالضبط عيشة بنفس الطريقة، انا جاي لهون انبسط لأربع خمس ساعات، شو ممكن تعمل فيهم؟ اعملهم الان بحياتك، لان لحظاتك التي تفوت لن تعوض، وعمرك اقصر من ان تغضب الناس، وعمرك اعز من انهم يقولوا اه ارتحنا منه، الله يسهل عليه بكفيه اللي راح يلاقيه قدامه. ربنا قال فما بكت عليهم السماء والارض عن قوم فرعون مؤذين. هو في ناس راح تبكي عليه السماء، في ناس راح تبكي عليه السماء وتبكي عليه الارض. سماء شهدت بطيبه وجوده وكرمه واخلاقه، وارض وطئها باقدام الخير والسعي في الاصلاح بين الناس وحاجات الناس وسعي في الخير. فعمرك ليش تضيعه؟ ليش تضيع عمرك انت في المناكدات، وتضيع عمرك انت في المجادلات، وتضيع عمرك انت في ما لا ينفعك؟ وبعدين تقول للناس، انا بقول لك اذا شايف انه الناس هم المؤذين اعتزل، اقعد في بيتك مع مرتك واولادك، زوجتك نكدة زوجك نكدة، اقعد لحالك روق، واستعن عليهم بالصبر. احنا تلفوناتنا هاي الاجهزة كل فترة وفترة تحتاج الى شحن، قد ما يكون قوة هذا الجهاز، قديش قوي هذا الجهاز؟ كثير، من حيث الذاكرة ومن حيث الالكترون كله قوي، لكن كل فترة يحتاج شحن. وكذلك نفسك، نفسك كل فترة تحتاج شحن. كيف أشحنها؟ إما مجالسة الصالحين أو مجالسة الإيجابيين. طب فلا لا عارف أستدل على صالح ولا على إيجابي، أنا بنصحك نصيحة، أخلو مع نفسك وفي يدك مسبحتك، صلي بها على رسول الله عشان نفسك تشحنها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.